ايه اللي عامله في نفسك ده؟ مستنياك يا حبيبي. قلت يمكن تعوز حاجه. انت تؤمر وانا عليا الطاعه. يا منجي من المهالك يا رب. يغصب عليك يا فواز. بقى انا عامله لك كل ده ومستنياك عشان ارضيك. وانت تقول كده؟ هو كل ده مش عاجبك يا حبيبي؟ لا عاجبني طبعا يا حبيبتي. عاجبني قوي. فواز اشتقت لك حياتي. ليك الواو بوس الواو خلي الواو يفتح. شفت الواو بوس الواو خلاص الواو بحر. عملت لك عشا يا حياتي. فتوش وتبولة وعرايس. قلت اكيد هتيجي من الشغل تعبان. وفيها انهار. في ايه؟ يا عيون انهار. انا عايزك تسيب نفسك خالص النهارده. واللي نفسك فيه تشاور عليه. وفي غمضة عين هيكون قدامك. نستر اللي بتستر. مالك يا حياتي؟ ده احنا حريمك وحلالك اللي ربنا قسم لك بيه. ربنا يكفينا شر المستخبي. ما هو اصل ربنا لما يبقى راضي عن حد بيحبب فيه خلقه. وانت بسم الله ما شاء الله الله اكبر. حبايبك كتير قوي يا حبيبي. واحنا الليله دي سهرانين عشان خاطر عيونك. حتى انت يا هدى انضميت للحزب. حزب؟ حزب ايه بس يا روح هدى؟ احنا الليله دي متعهدين اننا نريح قلبك ونبسطك. ولو عايزنا نشيلك جوه عيوننا هنشيلك يا حاج. انت يا هدى؟ انت؟ ده انا بتكسف ابوسك يا هدى. وتتكسف ليه بس يا روح هدى؟ خد راحتك. ده انت جوزي وحلالي وربنا محللي معاك كل حاجه. ترتر يا هدى؟ حط في وشك ترتر. لا اله الا الله. لا انا لازم افهم بقى القصه دي. ولا دي حفله عشان طلقت الرابعه؟ اسم الله عليك. هو ده. حلوه منك. حلوه منك. قطعت نفسي. شفت انا بجيب فيك جون يا بابا؟ يا سلام. طب ما انا جايب فيك جونين. لا جون واحد والتاني انا سديته. انت تعمل لي فيها بوسكاس بقى بتاع برشلونه. خلاص محترف يعني. ماشي يا عم. تعالى منى عايز اقول لك حاجه. قال لي انت صحيح ما بيدوكوش دين في المدرسه؟ ساعات ميس العربي بتديني شويه كده. ساعات؟ استغفر الله العظيم يا رب. ولا حول ولا قوه الا بالله. طب والله لا اوريهم. عالم ظلم. اعوذ بالله يا حاج. اعوذ بالله حاج. بس انا ابوكوا يعني. اهو اهو ابوك اهو. اهو الحاج اهو اهو. لقيت الحاجات دي في اوضه الراحله. اعمل بيهم ايه؟ اه حطيهم في شنطه كده لحد ما نوديهم لها. حاج على مهلك. على مهلك. على مهلك. بابا هي ماما اللي كانت عايشه معانا هنا فين؟ ماما اللي عايشه معانا فين؟ الله يخلي بالك. انت مالكش غير ماما واحده. ماما انهار وبس. ماما سميحه. ماما هدى وماما. بس بس بس. ايه انت معايا ولا معاها؟ ما مالك ماليش السيره دي خالص. بس ليه زمايلي عندهم ماما واحده بس؟ حتى الميس اتضايقت وقالت لي حرام كده. انت ليك ماما واحده باباك لازم يكون متجوز واحده. حرام. الميس دي مش فاهمه حاجه. ماما لو كانوا بيدرسوكوا دين في المدرسه كانوا عرفوا الحلال من الحرام. ابوكوا. تعالوا يا اولاد قربوا. تعالى تعالى. ابوك والحمد لله ما بيعملش اي حاجه حرام. الجواز ده
قومي يا حبيبتي العبي مع اخواتك هناك، ده كلام رجاله، كلام صبيان. روح قرب يا مدام. الجواز ده شرع ربنا حلله للرجاله، يعني الراجل يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، ده حلال ربنا. ما ينفعش بقى يجي بني ادم يحرم اللي حلله ربنا. صح؟ صح. فاهمين؟ بسم الله ما شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا حاج فواز؟ اهلا وسهلا، مؤاخذة ما بنسلمش. اتفضل. الحقيقة أنا من زمان وأنا نفسي أتعرف بحضرتك، تحب تشرب إيه؟ لا ملوش لزوم، أنا راجل عامل يا حضرة المديرة، وجاي أسأل حضرتك سؤال واحد وعايز إجابة بما يرضي الله. اتفضل يا حاج. هل أنا كولي أمر قصرت يوم في حقوقكم كولي أمر للعيال هنا في المدرسة؟ الحقيقة لا، ما حصلش. بس حضرتك بتقول كده ليه يعني؟ يعني حقكم بيوصل لكم أول بأول بما يرضي الله، بيوصل ولا ما بيوصلش؟ الله، أنا مش فاهمة حضرتك عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن اللي بيدي لازم ياخد، والمفروض المدرسة هنا تنور بصيرة العيال مش تضللهم. تضللهم؟ يعني إيه تضللهم؟ لما مدرسة عندك هنا تحرم اللي حلله ربنا في عيون ولادنا تبقى لازم تتحاكم. تتحاكم؟ انا الحقيقه مش فاهمه حضرتك عايز تقول ايه بالظبط. يا ريت حضرتك تبعتي تجيبي المدرسه الميس بتاعه العربي اللي بتدي ابني منعم. انا جيت يا حضره المديره من غير ما حضرتك تكلميني. ميس فاطمه، هي ايه الحكايه بالظبط يا ميس فاطمه؟ ابن سعادتك جالي وحكالي على الحوار اللي حصل بينكم، ولما عرفت ان حضرتك مشرفنا قلت اكيد جاي عشان تكلمني في الموضوع ده، وديني جيت. بقى ما بتدوش الواد دين وبتحرفه بشرع ربنا وبتضللوا العيال ومش عايزين اجيلك؟ شرع ربنا محدش يقدر يحرف فيه يا استاذ. امال الكلام اللي بتقوليه للواد منعم ده اسمه ايه؟ تفسير. تفسير؟ اجتهاد. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ادانا عقل يا حضرتك عشان نفكر بيه وعشان نوصل لاعلى مكانة، وبالعقل ده ميزنا عن بقية الكائنات. صحيح ربنا حلل الجواز من أربعة، بس حط شروط ووصف، وفي الآخر قال ولن تعدلوا. مش معقول المرأة اللي ربنا كرمها في كتبه يجي العبد ويهينها ويستعملها ويحولها لمجرد مسكن لرغباته باسم الشرع. ده كل اللي أنا قلته. لو حضرتك بقى شايف إن الكلام ده فيه تضليل أعمل اللي حضرتك تشوفه. عن إذنكم.